ها؟ انتوا جاهزين؟ جاهزين. يا خفيف انت وهو. كذبة إبريل. يلا من هنا. كذبة إبريل. نجمي؟ مرحب. كذبة إبريل. كذبة إبريل. كذبة إبريل. تفضلوا. كذبة إبريل. بيقول تفضلوا. الحبوا. شوفوا. شوفوا كيف فينا. كفاكم مقالب كل يوم. الكلام ده ما معقول يا اخي. ما دايرين يديفوا راح. احنا فرطنا ضحك. انا بعشق كذبة ابريل. يا ريت كل يوم يبقى كذبة ابريل. فكرة مرة حلوة. لو غيرنا النتيجة في كل البيوت وكتبنا واحد ابريل على كل الورق، كل يوم حيكون كذبة إبريل. دي خطة حلوة قوي يا ليث. إيه ده؟ إحنا في إيش صدمنا؟ الله الخفي. لا هذا شكله طلع باب خفي. لو خفي شفته إزاي؟ مسكته بيدي. إزاي يعني باب خفي ومسكته؟ اسكت يا فلفيلو. يا ترى إيش في الداخل؟ تيجوا ندخل؟ ممكن يكون باب ما بيتدخلش. أنا راح أدخل. اسمع، لو دخلت أنا كمان هدخل. أوب. وأنا هدخل. أوب. وأنا راح أدخل. احنا فين؟ الجو ثلج. ها؟ احنا في مبلوداق؟ شوفوا. هذا مرة حلو. جلوجلو. مرة حلو. شوفوا في نادي هنا. ايش هذا؟ في الاول باب خفي، ودالحين صندوق زهري في وسط مبلوداق. الدنيا مقلوب حالها هنا يا جماعه. انتوا لسه شفتوا حاجه؟ بصوا جوه. عزف جميل جدا. هم دول المصاصات. انا هقلكن على الخطه. نحن يا جماعة الساعة 12 بعد نص الليل حننزل على المنطقة من طريق الصندوق، وحنحط سمك منزوع بكل مكان هوني. الخطة فظيعة ما بتجيب بال حدا. أنا ما كنت أعرف إن المصاصات أشرار كده. إحنا لازم نتصرف يا جماعة، وإلا رح يخلوا ريحة المنطقة كلها سمك. يبقى ناكلهم كلهم. لا، هذا حياخد وقت طويل. لازم نروح نحذر كل اللي في المنطقة بسرعة. ما أدري إحنا كيف حنقدر نحذر كل الناس قبل نص الليل. عندي فكرة جبارة. نبعت جواب مع حمامة. مرة حلو. أنا أحب دماغك يا فلافيلو، وخصوصاً لما تشتغل. اليوم في الليل إياكم أحد يطلع من بيته أبداً. خد هذا يا فلافيلو، اربطه في الحمامة. بتهيألي كده مش هيقع أبداً. هرميكي دلوقتي. يلا بينا. هاي هوب. رميتها وحش؟ ايوه مره وحش. طب اجرب ارميها تاني؟ لا 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 ترميني ثانيه، ساخذها وامشي. انا هروح اجيب السماعات. بلاش تعملوا كده. الحقوني. استن باشا صعبان علي، هذا لساعه خايف مننا. تمام، والميكروفون معايا. كفاكم مقالب كل يوم. الكلام ده ما معقول يا ما دايرين يجيفوا. تيست 1 2 3. يلا بينا، الميكروفون جاهز، امسك. شكرا يا فلافيلو. اهلا وسهلا بحبايبي، فتحوا ادانيكم واسمعوني. انا ابغى اقول لكم على شيء مره مهم. الليله يا تكس بتبريل. اي عارفين احنا زهقنا من مقالبكم قوي. أصلاً هدول مو شاطرين غير إنهم يعملوا مقالب فينا. لا ما في مقالب المرة هذه، جد. ركزوا معايا، الموضوع مهم جداً. تمام، الموضوع شنو؟ أنا وفلافيل وليث دخلنا فجأة من باب خفي، طلعنا من صندوق كرتون وصرنا في مبلوداق. لقينا نادي كبير طالع منه دوشة، وفي جوا مجموعة من المصاصات بيخططوا خطط شريرة. سمعناهم بيتفقوا.
بيتفقوا إنهم حييجوا ويهجموا على منطقتنا في آخر الليل، وحيحطوا لنا سمك منزوع في كل مكان. عرفت طوالي، مقلب تاني يا زول. نحن لازم نحط حد لهذا الموضوع. كفاكم مقالب كل يوم، الكلام ده ما معقول يا أخي. ما دايرين يقيفوا، راح أمسكوهم سرعة سرعة. يلا امسكوا بتوع المقالب دول. هذا مو مقلب يا رستم باشا، لازم تصدقونا. ما تخلوهم يهربوا منكم، امسكوهم. أرح أرح، ما تخلوهم يهربوا. ربطوا عديل كده. هالمرة هاي نحن يلي رح نعمل المقلب فيكم. إيه تمام، ربطوا. أرح خلاهم براهم للصباح. أرح نمشي نسيبهم، يمكن يتعلموا أخير ليهم. أرح أرح مشي وسبونا، هنعمل إيه هنا يا جماعة للصبح؟ ده حيبوا حكي لكم نكت. لا هقول كانت تمام. مرة واحد دقنه طلعت وشنب ونزل. مرة واحد وقع على راسه شريط كاسيت، راسه ما وجعتوش. ليه؟ عشان الشريط فيه مزيكا خفيفة. انتوا هلأ جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا معلم. لكان يلا يا جماعة، يلا نحط السمك المنزوع بكل مكان. حط السمك بكل مكان. يا هوي، بتسوي شنو عندك؟ طيب خد هاي بقى من شانك انت. عيوني. الريحة دي معناته ضرغام وفلافيل وليس كان عندهم حق. لازم نعمل حاجة. نعمل ايه طيب؟ ما هي حاجة زي دي مش هيحلها غير ضرغام وفلافيل وليس. مرة راجل جاله نوم مرضيش يقوم يفتح له الباب. ما بتضحكوش ليه؟ انقذنا من فلافيل وبو قادرين نتحمل النكت. هنقذكم هنقذكم، بس للأسف مش عشان كنتوا. احنا دلوقتي محتاجين أفكاركم التافهة عشان نحل موضوع المصاصات. شكرا يا رستم، وعشان خاطرك هقول لك نكته تضحكك. شكرا مش عايز، سيبكم من النكت. انتوا عندكم فكره احنا ممكن نوقف المصاصات الاشرار ازاي؟ لا تقلقوا، انا عندي فكره. يلا ارموا كله، ارموا كله. سؤال مهم، كيف بنخلص المصاصه؟ بنمصها. يلا نروح نشفطهم وناكلهم كلهم. استنى يا عمو فلافيلو، احنا الحين محتاجين جردل مليان مويه. رستم باشا ممكن تجيب لنا جردل حالا؟ استريحوا انتوا وانا هجيب الجردل. ها؟ انتوا ما سمعتوا كلامنا من الاول؟ لو كنتوا تمام تمام، اسكت بقى. ليه لابسين لبس الحمار؟ هذه الخطه اللي انا حاططها عشان نخلص منهم كلهم. احنا نبغى نلفت نظرهم، واكيد اللبس هذا حيلفت نظر المصاصات صح؟ انا ما فكرت في كده ابدا. سيكون اوعى يهربوا، هدول شافونا. ايش حنسوي؟ اهربوا. هو الطريق ده مسدود ولا ايه يا جدعان؟ امسكناكم خلاص يا بهوات، ما راح تعرفوا تهربوا منا. هذه هي الإشارة. هذه هي الإشارة. يلا شايفها، يلا هذه هي الإشارة. يلا عم تتخيل إنكم حتقدروا تهربوا؟ خططكم ما رح تنجح. ولو نجحت. جد يا جماعة طلعت خطة ذكية كتير، ماني عرفان شو أقول. أنا مضطر هنيكن. خلاص يا فلافيلو كفاية. فلافيلو ممكن تسكت؟ فلافيلو يا إب أسكتهولك. هو حيسكت لحاله. فلافيلو خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. نزلت اللعبة، نزلت. هوب. أخيراً.
ايش في؟ ايش هذه اللي نزلت يا ابني؟ نزلت! اللعبة نزلت! كافي كافي، لا تسووا كذا، الناس نايمة. ايش بتسوي يا فلافيلو هنا الحين؟ جيت اقبض على الحرامي اللي بيسرق التلاجة. لا تألف يا فلافيلو، انت قمت من النوم جيعان فقمت على طول تاكل عندنا. مش قادر امسك نفسي يا درغام، الاكل بصراحة عندكم حلو قوي. سيبكم من التلاجة الحين، انت ليش بتصرخ يا ابني في الليل كده؟ اصلها نزلت يا ماما، نزلت اللعبة اللي منتظرينها صار لنا 10 سنين، البروفيسور صاد الفضائيين 3 نزلت. معقولة؟ كل الصراخ ده عشان لعبة جديدة نزلت السوق؟ أيوة يا ماما، يلا ادوني فلوس عشان أروح أجيب اللعبة بسرعة، يلا. فلوس؟ هذا مستحيل، أنت جبت لعبة قبل يومين. يا بابا أنا مالي صلاح، لازم أجيب اللعبة هذه بسرعة جدا. بس إحنا يا ابني مصاريفنا مرة كثيرة، ومرتب اللي أنا بستلمه بقسمه على حسب احتياجاتنا، كل شيء يا ابني وله وقته. أنتوا ليش مصعبينها؟ طب اديني بس أنت المرتب حقك وأنا حجيب كل احتياجات البيت، وكمان حوفر فلوس كتير عشان أجيب كل اللعب اللي أنا أبغاها. كلام كبير من ولد صغير. مذيعة التلفزيون كانت بتقول ادوا للأطفال مسؤوليات كبيرة عشان ثقتهم بنفسهم تكبر وينجحوا كمان. وليلي إيش قصدك يعني؟ أعطي ليث كل مرتبي عشان نشوف كيف راح يتصرف فيه؟ نجرب ونشوف، ما راح نخسر شيء. خلصنا خلصنا. شوف، طالما أنت بتقول إنك أحسن واحد يدير البيت، اتفضل الكريدت كارد حقي، انت الحين المسؤول قدامي عن مصاريف البيت. يا سلام، انا الحين اخليكم تشوفوا كيف تضبطوا مصروف البيت. بس كريمة التورتة دي طلعت قليلة قوي يا عنود. اشوف. شوف يا ايه. أوه. معلش اتزحلقت من ايدي. انا اسف، بس برضو الكريمة قليلة. هسيبكم انا بقى واروح انام. يلا يلا اوعى، امسك امسك ما تسيبهوش، امسك كويس نزله. يلا هاتوا عندي هنا، خلي بالك أخر. كويس اوعى حاجه تقع، خلي بالك. ايش في هنا بالضبط؟ ايش اللي بيصير قدام البيت؟ في احد يعزل من الشارع ولا ايش؟ انت جاهز؟ هرميهولك. هات هات. ليه كده بس يا فندم؟ مش ناقص غير توقيع حضرتك هنا وكله تمام. تمام، شكرا جدا، باي باي. يوهو حلوة قوي اللعبة دي، انا في الفضاء. انا همسك راسه. مسكت راس الفضائي. ايش ده؟ انا فين انام دحين؟ فين كنبتي؟ يا ليث، لقيت ماكيت النيزك في غرفتي. هذا مو ماكيت يا رزان، هذا نيزك حقيقي، ما صدقت اني الاقيه هنا. ايش رايك، عجبك؟ طبعا مره عجبني، انا راح اخليه في غرفتي. ليث، ايش كل هذا؟ كيف جبت الاشياء هذه كلها؟ بالكريدت كارد حقتك يا بابا، انت نسيت؟ انا اللي بدير البيت الحين. ادارة ايش دي؟ وكمان حمام كور في الصالون وبابا نايم جوتها. ماني نايم، جالس اريح جسمي شوية. شوف يا بابا، انا جبت لك هدية. تاتا، ميجا توث، ما تور 8500 حصان، ولما تدوس على البنزين بيسوي صوت نمر هذا ولا ايش؟ اوف اوف، انا دلوقتي في اعلى حتة على الجبل، المنظر حلو قوي، ده زي الحقيقي بالظبط. ايه ده؟ ده شمام، شمام الجبل. هذه راسي يا استاذ فلافيلو، ممكن تشيل يدك؟ ده شمام. ليس بيك السفرة جاهزة. مين هذا كمان؟ هذا الطباخ الجديد يا بابا. عملت لك بطة بالبرتقان مثل ما طلبت يا بيك. أنا بطة وده برتقان، بس أنا مش فاهم حاجة خالص. يلا يا ليث، نروح نجيب أغراض للبيت قبل ما ناكل. يلا، الهليكوبتر منتظر على السطح. هليكوبتر إيش؟ انت ليش ماسك خشم يا فلافيلو؟ مش عارف اروح على السيتنجز، كل ما اجي اظبط حاجه الاقيني ماسك مناخيرك. يا جماعه ما ينفعش. استاذي برجع لكم على نفس المكان بعد ساعتين. تمام، متشكر جدا. صابونة وجه، سفنجة، مكرونة، صلصة، بيض، زبدة، معجون أسنان. معجون أسنان؟ ب15؟ هذا كثير. ورق تواليت ب20؟ الأغراض هذه غالية مرة كده طول الوقت.
هذا مو معقول أبداً. شيدر ب15، هدوك ب25، آيس كريم ب30، بسطرمة ب40، شامبو ب50. ما في شيء رخيص؟ ليش بتصرخ كده يا ابني؟ إيش اللي صار؟ يا فندم الحساب 450. إيش؟ 450؟ هذه فلوس كثيرة مرة. آه طبعاً كثير. آه خلاص ما بقى معايا فلوس. إيش أسوي الحين؟ امشي يا ماما يلا. على فين يا ليث؟ أنت ليش شاددني كده؟ هذا مرة كثير، كل شيء غالي، أنا راسي بتلف. إيش الغلاء هذا؟ هليكوبتر، هليكوبتر يا كابتن، أرجوك بسرعة على البيت. هل تملك نقود؟ المسافة بعيدة جدا جدا. أنت إيش يا أخي؟ اجري يا ماما يلا. فلوس كتير قوي، كل حاجة بالفلوس. أيوة إحنا الفلوس. ما رح أعرف أضبط مصروف البيت يا ماما. معليش هدي نفسك شوية، يلا نروح البيت وتكلم مع أبوك، يمكن عنده حل لمشكلة المصروف. بابا بابا. إيش في يا ابني؟ ليش بتصرخ؟ ما في وحش يا ابني، أنا أبوك. وحش تاني. ما تخافش، ده ماسك لقيناه في وسط الحاجات اللي انت جبتها الصبح. بابا انتوا ليش قاعدين في الظلام؟ يا ترى ليش يعني؟ تعال معايا نسألهم ليش جالسين في الظلام. علشان فاتورة الكهرباء ما اندفعت. لأن الكابتن ليث نسى يدفع الفاتورة. عيد السؤال تاني عشان نسيته؟ قصدكم انه بسببي؟ أيوة يا ابني، مو بس قطعوا الكهرباء، ما في موية ولا غاز حتى. لقيت لمبة الغاز هادي، أهد مشي الأمور شوية. المهم عندنا مسبح كور. بابا أنا فعلا فشلت، ما عرفت أدير البيت، الفلوس ما كفت أي شيء. من بعيد الموضوع شكله مرة سهل، لكن لما دخلت جواه حسيت أنه صعب. أرجوك ساعدني لو سمحت، أنا لازم أنجح يا بابا. طالما أنك عرفت غلطتك هذا شيء مرة حلو. قل لي أنت كم تبقى معاك من الفلوس الحين؟ 250. باقي 7 أيام على آخر الشهر، مستحيل نكمل بهذه الفلوس. وأنا أحب المستحيل. إحنا الحين لازم نحط خطة تمشينا لآخر الشهر، بس يا ترى إيش هي؟ إحنا نحط هدول هنا ونقوم نشيل هدول. اللعبة هذه روعة. ها دقيقة واحدة، أنا لقيتها. ما إحنا كمان نسوي زي اللعبة هذه في بيتنا. كيف هذا يا بابا؟ شوف معايا، أول شي نسويه نشوف الفلوس اللي متبقية معانا والوقت المتبقي، بعدين هنصرف على الاحتياطات الطارئة بس. محتاجة تلسكوب كبير علشان أعرف أتفرج على الحفر اللي جنب المريخ. طبعاً هادي رح نقول لها لأ. لا يا رزان، عايز مايكروسكوب عشان أشوف الفراقيع اللي عند البقال، ممكن تديني فلوس؟ هذا لا ترد عليه. ما رح أرد عليك، أنا أبغى مايكروفون أصرخ في العيال اللي تلعب كورة. حنقول له إيش؟ لا يا جدو. مضبوط كده، بسوي الأكل ومحتاجة فلوس عشان أجيب زيت، ممكن تجيب فلوس؟ تمام، هذه حالة طارئة، اديها الفلوس. اتفضلي يا ماما، هذول 10. الحين احنا لازم نجيب فلوس من أي مكان. إيش حنسوي؟ حنبيع الأشياء اللي مو محتاجينها. أنا دخلت في الحيطة، اللعبة هنجت. كان في أشياء كثير أنت جبتها مالها لزوم، راح نبيعهم وبكذا راح نجيب فلوس. تعالوا قربوا وشوفوا النيزك الصغنون ماسك الوحش المخيف. تعالوا تعالوا الحقوا، عندي معجون أسنان نصه فاضي ونصه مليان، المعجون الخطير، قرب قرب. أنا بياع شاطر. كسبنا كتير، معانا فلوس للبيت تكفينا لحد آخر الشهر وزيادة. أولي إحنا نجحنا.
يوهو مش فاهم أي حاجة، بس بزيد في الزيتة طبعاً. يوهو يوهو. كنت عارفة إننا ممكن نعتمد عليك يا ابني. شكراً، الفضل كله يرجع لبابا. ليث، عندي خبر حلو، فاضل معانا فلوس تقدر تجيب صائد الفضاء اللي تبغى. أولي شكراً يا بابا، أنا هروح أجيبها الحين. شكراً شكراً. هو أنت يا ابني ما كنت جبتها المرة اللي فاتت لما أخذت الكريدت كارد حقي؟ لما أديتني الكريدت كارد أنا نسيت اللعبة ونسيت نفسي كمان. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ أنا زهقت قوي. حرب الكور، حرب الكور الملونة. كويس إننا لسه ما بعناها. استنوا استنوا، لا ترموا علي. درغام تعال جنبي. ارميها ارميها، هيا ارميها. هو في ايه؟ اسف رستم بيك، هدول الاولاد ما انتبهوا لوجودك. ايه قصده ده؟ رميته ايه هنا بالضبط؟ هي اغراض العرباي القديمه تبعيتي. القصه اني رح انقل لمحل جديد، فعم كب كل شيء حتى العرباي والذكريات. يعني انت معقول هترمي كل دول زباله يعني؟ تمام، ما الا عازي عندي. عربيه عربيه عربيه، هيرمي عربية طاقت القدر اتفتحت لي. ده اللي كنت بحلم بيه من زمان، هو ده البيت اللي كان طول عمره في خيالي. أيوة 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 أيوة. رستم باشا انت منيح؟ ايه؟ لو سمحت لو سمحت ممكن ما ترميش العربية دي في الزبالة؟ اديها لي. ها؟ وبدك بهالعربية الكبيرة؟ مالكش دعوة بالموضوع ده انت. يلا 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 احنا كده اتفقنا. خلاص خده. بيتي الجديد الجميل. الحتة دي مصدية وطعمها وحش، مش هبوسها تاني. بيتي الجميل. أقوى رستم في العالم كله وأشجع واحد في الدنيا هو أنا. أنا جامد قوي. خلاص أنا تعبت. يلا هبدأ في التصليحات بتاعته من بكرة. دلوقتي أنا لازم أرتاح وأنام كويس. يلا بقى تصبح على خير يا بيتي الجميل، هسيبك وأنام لي شوية. ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ ما الذي يحدث؟ سيدي تعال بسرعة وانظر معي. ما بك؟ لم يعد لديهم شاورما؟ أي شاورما؟ انظر معي إلى الشاشة. ضوء أحمر يومد واطفئ. نادوا القوة الخاصة وفنجان كابتشينو. الكابتشينو ألطف مع الكرواسون. لم أطلب رأيك يا ولد، الكل يستعد، أمامنا يوم طويل غدا. على ايش بتتفرج يا ابو السباح؟ وثائقي، فيلم وثائقي مسوينه عن السلاحف. متوسط عمر السلحفاء يصل الى حوالي 80 عاما. كذابين، انا عندي 150 سنه ولسه شباب. السلحفاء الكبيره تستطيع قراءه 3 مجلات وكتاب في اليوم، ويمكنها حل 10 سودوكو في دقائق. كذابين، لا لا هذه صح. يلا يلا ما تبقى كثير. ها ايش اللي صار؟ ليش انطفى لحاله؟ ليث، جوالي الغالي خرب مو شغال، وانا التابلت حقي انقفل. ما كانت الحلاقة كمان مو شغالة. انا جد ما احب الوثائقي هذا، ولازم اغير هذه القناة. ايه حتى الريموت كمان طلع مو شغال. وانا كمان. ايش اللي قاعد يصير هذا؟ ايش اللي صار؟ ايش في يا جماعة؟ ايش اللي بيحصل؟ يلا ارجع للريموت دحين، انا ما ابغى اشوف القناة هذه تاني ابدا. ايش تفسير اللي قاعد يصير؟ ما في تفسير علمي ابدا. ايش؟ رايحين فين؟ يا بطاريات اتكلموا وردوا على اخويا العبقري هذا. ها دمك خفيف. ها
رزان طلي على الشارع. الحقوني انا طاير. هم فين؟ هاتوهم. اللي قالوا ان الفيل طير وما بيقدرش يطير. انا هنا. زيك تمام، كيفك يا زول؟ مش هتعترض بقى ولا ايه؟ ما في داعي تعترضوا، بيطير براك. ماشي. أوه يا عم فلافيل، وصرت متعالي من آخر مرة شفتك. حلوة منك يا لايف، كفك. أو مش لازم عشان الوضع متأزم. أنت مو بطارية، ليش طاير؟ باين كده الراجل بتاع البوفيه وهو بيعمل لي سندوتش وقع موبايله في الأكل وحط عليه سلطة، وده اللي تعبني. باي باي. طب وأنا رايح فين؟ قولولي. يلا يا لايف ننزل الشارع ونمشي ورا عم فلافيلو. السلام، صباح جميل وهبتدي فيه هبني البيت بتاعي. الأول نشيل الحاجات اللي مبوظة الاتزان دي ونحط دفاية. لازم أنزل تحت العجل عشان أعرف أشيلهم. هدى كده. بودي 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 بودي. يا دي الحظ العفش، ده زيت الفرامل كله جه على وشي. انا كنت لسه سايب فوطه هنا. راحت فين دي؟ راحت فين؟ بودي. انا متشكر قوي. كنت لسه بدور عليها. مش عارف اشوفك، استنى همسح وشي واجيلك. بودي بودي. شكرا. هو انت رحت فين يا استاذ؟ هو في ايه؟ العالم بينهار ولا ايه؟ هندي البطاريات. قلتك بطاريتي بتكون هون. رستم باشا، ليه جمعت كل هذه البطاريات هني؟ بطاريات ايه؟ مش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه بالظبط. اهربوا، في فيل كبير هيوقع على دماغكم. قولي عامل ايه اللي قلت الفيل ما بيقدرش يطير؟ في كتاب جديد اسمه المعيز هي اللي ما بتقدرش تطير. انا صرت بنص دقن يا رستم باشا، اياك تاخد بطارياتنا تاني. ماني فاهم اخدتها من بيتنا كيف اصلا. هذا شيء مره غريب، مو طبيعي البطاريات تطير وتيجي لوحدها هنا. اكيد في قوه مغناطيسيه مثلا. الراجل بتاع البوفيه. الو، ازاي؟ يعني ايه مفيش شاورما تاني؟ انا اكلتها كلها. جهاز تعقب أشعة الراديو المغناطيسي الذي كان معي يقول هناك كائن فضائي موجود هنا. نعم تماما سيدي. كفى أكل، نحن في مهمة. وما علاقة المهمة بالأكل؟ أمي ستغضب مني. بل وتأكل من الشاورما التي طلبتها. أنا هات لقمة من الطرف. هات. تفضل يا سيدي. هيا انتشروا وتكلموا مع أهل الحي واجمعوا المعلومات. لن تستطيع الاختباء مني أيها الفضائي. أنا دلوقتي بقى محتاج مفتاح إنجليزي عشان أربط بيه الصواميل دي كلها قبل ما تقع. بودينج؟ أنا بحبه قوي. وانت تبقى مين حضرتك؟ بودي. وده يبقى اسمك؟ بودي بودي بودي. انا مش مصدق عينيا، يعني انت فضائي على شكل نايزك ولا انا تعقلت في البطاريات؟ بودي. شكلك كده طيب قوي ومش مؤذي خالص. ابن ناس مقصل. بودي بودي. طب انت بتفهم في العربيات يا بودي؟ بودي. ايوه بقى. انت هنا وانا بدور عليك. يا جماعة، ده صاحبي الجديد بودي. بودي أعرفك على أهالي حينا. أهلا بك يا بودي. بودي 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 بودي. أوه شكله لطيف جدا. بودي بودي. هذا شيء مو طبيعي. جميل، مو طبيعي. لا لا، الحيل سمع.
مبروك يا رستم باشا، انت سويت لنفسك بيت مرة حلو. لا ما حدش يبارك لنا، باركوا البودي يا جماعة. مبروك يا بودي بي، انت من جد شغلك مرة تمام. أبغاك تيجي عندنا في يوم عندي أشياء تصلح، لو ساعدتني لك جايزة. بودي بودي تمام كده يبقى موافق. على فكرة ترى انت مرة طيب. سيدي لمست أبواب كل من بالحي كأنهم يعرفون أن هناك شيئا ولكنهم ينكرون. إذا شكوكي كلها كانت في محلها. يا ولد اقطعوا الكهرباء. ماني مصدق، خلوا بودي هو اللي يسوي كل الأشياء هذه. يا أهل الحي اسمعوني جيدا بخصوص الفضاء المختبئ عندكم. ماذا أقول؟ أشعة إلكترومغناطيسية. هناك أمور إلكترومغناطيسية تحدث وتسبب انقطاع الكهرباء، وإن لم نقبض عليه ستعيشون في الظلام الحالك. بابا بابا هم اللي قطعوا الكهرباء عندنا، بيكذبوا علينا عشان يعرفوا مكان بودي وين. إيش؟ النصابين الكذابين هادول. كويس إن ما في أحد في الحي راح يفتن على بودي مهما صار عشان بنحبه. استنوا استنوا. طبعاً ما عاد عم زعل العجوز هذا. انتهينا دحين ليث، اسمعني واضح الموضوع هينتهي. روح بدراجتك هادي بسرعة، قول رستم باشا الكلام هذا. تمام. وخنوا. على فكرة بقى أنا عارف مكان الفضائي ده فين بالظبط. لا تسوي كده يا زعلفندي، لا تصدق كذبهم هذا. أنا راجل عجوز مش عايش من غير كهربا. الفضاء دلوقتي موجود في العربية وأنا هروح أبلغ عنه علشان الكهربا. اسكت بيكتو. لا اسكت اسكت. روح على الدرج هتلاقوه. يا دي الحظ. هيا بنا تحركوا بسرعة، هيا هيا لنمسك به. رستم باشا يا رستم باشا. خير في ايه بس يا ليس؟ عامل قلق ليه؟ الأشرار جايين عشان ياخدوا بودي. بودي؟ ما تزعلش يا بودي، احنا مش ممكن نسلمك لأي حد. لقيتها، انت ممكن ترجع تاني مكان ما جيت. انت حطيت قوة دفع كبيرة للعربية دي وفي بنزين كتير يكفيك. بودي؟ ايوه، وانا طبعا مش عايزك تمشي وتسيبنا. بس هما كمان مش هيسيبوك في حالك. بس السيارة هادي بيتك وانت تعبت مرة عشان تسويها. بودي ده جميل ويستاهل كل خير. يلا بقى اركب، انا هشغلها دلوقتي. الوداع يا بودي، الوداع. بودي بودي. أين هو الفضائي الذي عندك يا رستم؟ الوقت اتأخر جداً. هذا في أحلامكم يا بهوات، بودي دحين رايح بيته خلاص. هكذا إذن. بالمناسبة إخفاء فضائي عن الحكومة يعتبر جريمة، لذا مضطرون للقبض عليك. هيا أمسكوه. على الأقل سأعود ومعي هدية. سيبوا رستم باشا، قلت لكم سيبوه. هو أنت ما مشيتش؟ ليس يلا ارمي تليفونك بسرعة. هدول هم. طمني أنت كويس؟ أيوة كويس، شوفوا بودي رايح بيته. ابعت لنا بودينج من هناك يا بودي. باي باي. ما تنساش بودينج فضائي. ها باي باي. أول مرة هجرب البودينج الفضائي لما بودي يبقى يبعته. مجرد التفكير فيه حلو قوي. باي باي. الوداع. باي باي. لا تنسانا. الوداع يا بودي. بودي بودي انت على تاني وقت ما تحب يا بودي. انت بجد هتوحشنا قوي يا بودي. انت بتبكي يا رستم باشا؟ لا لا انا ما بعيطش ولا حاجة، دي بس حتة بسكوت دخلت في عينيا. Thank you.
تمام، الفحم أحمر خلاص. هوي 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 يلا هوي بسرعة. هوي يا جدي بهوي. ما ينفع تهوي بالشكل هذا. أسرع أسرع من كده. يلا أسرع أسرع يلا أسرع يلا كمان. كثرة التهوية الولد طار مني. بص يا نايف، نزلت تطبيق جديد على الموبايل يخليك تلاقي الكنوز الحقيقية في أي مكان أنت موجود فيه. قلت كنوز حقيقية؟ باعتبار إن الكنوز حوالينا في كل مكان؟ أيوة طبعاً أكيد، عن نفسي مصدق مالكش دعوة. صدق براحتك أنت حر. ما تحبطنيش يا هادم الأحلام، دلوقتي هدور حوالينا وهلاقي كنز كبير بعد شوية صغيرين قوي. وأكيد دفعت فلوس عشان التطبيق صح؟ مش سامعك خالص. الكنز يقترب. الكنز يقترب. لينا كنز. شفت مش قلتلك؟ ايش الكوميديا؟ ويا ترى فين الكنز اللي هنا؟ جايبه بالظبط. وجدنا الكنز. ده ايه ده؟ ده الكنز بجد؟ بس هذا صندوق مكفول. حبيبي يا تطبيقي انت، انت جميل قوي. شكرا لكلامك الرقيق. انا ماني مصدق، انت جد محظوظ يا عم فلافيلو. هذا صندوق قديم وشكله كأنه كنز. شفت بقى؟ يلا فكر هنفتحه ازاي بسرعة. وخروا. شكرا قوي يا درغام يا حبيبي. اهلا يا شباب، كنتوا ناويين تفتحوا صندوق الكنز من غيري ولا ايش؟ تعالوا بصوا كده معايا على اللبس الجميل اللي طالع منه عامل ازاي. لا وكمان في سيوف ودروع واشياء تانية. راح اخد هادي. وده ليا. انا كده ما تبقالي اي شيء. لا فاضل القلم ده في اخر الصندوق. يلا خد العب انت بدا. تعال هنا يا محارب يا شرير. انا اوريك يا ابو شرب اصفر قوه الليزر. خد هادي. بغلبك يا فلفيلو. انت عمرك ما تغلبني. اللي تبقالي من كل الاشياء هذا القلم التافه. اللي حصل اليوم، كنا في رحلة عائلية كالعادة. بابا تعلم الطيران وهو بيهوي للشواية، وعمي فلافيلو لقى صندوق كنز غريب. للأسف هم أخذوا كل الملابس اللي في الصندوق لنفسهم، وأنا ما تبقالي غير القلم الصغير هذا. لكن مو مهم، مجرد ملابس. إيش المسلي في الموضوع؟ اللبس ده طلع مسلي جدا قوي. فيري ماتش. بس يا خسارة، ما تبقى الليث حبيبي أي شيء منه. القلم انكسر كمان. المهم حكمل بالقلم اللي طلع من صندوق الكنز اليوم. انا فين وقفت؟ انا نفسي ان الملابس حقتهم ترجع للحياة وتهرب منهم تماما، وبكده يعرفوا ايش معنى انهم ما يلعبوني معاهم. دلوقتي هنجرب قوة المخدة دي. بص كده، باين قوتي اشتغلت. انا بطير في الهواء. لا تمزح. قوة ايش اللي بتكلم عنها؟ ترى في اشياء غريبة بتصير. لا طبعا، انا متأكد ان ده بسبب القوة السحرية بتاعتي. حتى بص. فلافيلو، انا حاسس كده ان الملابس رجعت للحياة مرة تانية. يا ماما. ايش هذا؟ ايش الخبط والتكفير اللي مرة هذا؟ انتكم نايم؟ ايش في يا ولاد؟ ايش اللي بيصير لنا هذا يا فلافيلو؟ انا مش عارف، بس دي حاجة مسلية جدا. حاول تستمتع وما تسألش ليه. استمتع ايش بس؟ الصالون اتدمر، ما في كرسي سليم. هتحتاج تصرف 10,000 دنجل على الاقل على تصليحه. بقت 12,000. التلفزيون راح هو كمان. اي 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 اي، رايح للباب تقريبا. ماني عارف ليش. الحقني. وانا كمان شكلي كده جاي معاك. الباب كمان راح. بقت 13,000. الباب كان أغلى من كده. إيش اللي حصل هنا؟ هذا كأنه في حرب في البيت. إحنا خسرنا أشياء بحوالي 13,000 دنجل. 13,500. أي 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 أي،
ايش بتسوي يا فلفيلو؟ شكلي بضرب بشيء. بس مو انا اللي بضرب، الملابس تقريبا هي اللي مخليتني اضرب. وانا كمان برفص العربيات يا درغام، مش عارف ابطل. اسف يا عربيه، مش زعلان منك، صدقيني اللبس ده هو اللي بيعمل كده. الوحدة العاشرة، هل تسمعني؟ حول، أرسلوا تقرير الحالة. تقرير الحالة، نحن نأكل. الأكل لذيذ وقربنا على الشبع. عليكم التحرك والذهاب للشارع الجانبي، لدينا بلاغ عن أسد وفيل في حالة جنون. علم تماما يا سيدي، هيا تحرك لنركب بسرعة. السرينة لا تعمل، سأتولى الأمر بصوتي. تمام هكذا. بما ان ما في صوت يعني كده التسلية خلصت. حيتسلوا قد ايش بسيفين ودرعين قدام وصغار. المهم انا راح اكمل كتابة، وانا كمان بتسلى بالكتابة عشان ما في شيء يمنعني استمتع وانا بكتب الاحداث اللي بتصير في يومي. ممكن اكتب اللي ابغاه، مو كده؟ يعني مثلا لو ابغى كل السندوتشات تتحرك وتصرخ وتقول لومبان لومبان وتضحك كمان بصوت عالي، هذا حيكون موقف مضحك مرة للكل. لا استنى، وكمان السندوتشات لو عندها شنبات حتصير لذيذة. الأكل بشنب مرة غريب، بس أي شيء يعني يضحك وخلاص. يا معلم، ممكن بس تحذف لي واحد شيش كمان؟ حالا، تحت أمرك، تفضل. لومبن 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 لومبن، تعال تعال هنا، أنا لسه ما أكلتش. صدمشاتي أولادي، وينكن؟ تعوا لهون. حتى لو مثلاً كله بدأ يرقص رح يكون مضحك جداً ومسلي، ورح يعجب الناس ويخليهم يتسلوا مرة. الحقونا، ساعدونا ناس. استنوا، انتوا بهدلتوا المحل بتاعي. في ايه؟ انا برقص ليه غصب عني بالشكل ده؟ يا مامي، ايه اللي بيحصل معانا ده؟ ارجوك ما تزعل مننا يا عم البقال انت. البوليسكي، انتوا انتهيتوا خلاص؟ ما الذي يحدث؟ لا 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 لا، لا افهم بالمره، لا استطيع التوقف. يلا يا حضرة الزبط، وقفوا دول وخذوهم على البوكس بسرعة. ليس بإرادتنا، لا نستطيع التوقف. هز درغام، بص، مش احنا بس اللي بنتنطط وعمالين نرقص كده. اهلا، اتفضلوا معانا هنا، اتفضلوا معانا. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا. والمباني تبقى حية وتتمشى في المدينة ويتفرجوا الناس عليها. يلا يا سلام يا عيني، هز معايا، يلا تعال من الجنب كده يا ليف، قوم يلا. ايش في؟ ايش ده؟ جدو انت كويس؟ انت ليش بترقص كده؟ مالك بس؟ ايش اسوي بس؟ ليف قول لي انا ايش اللي صار لي؟ انا ليش اسوي كده يا ولدي؟ وبعدين انت فين امك وابوك بالضبط؟ انا ايش دراني، انا على طول في غرفتي. استنى يا جدو، في اصوات برا. احد يجي يوقفنا. انا ما رقصتش في حياتي كده ولا حتى في فرحي. واضح كده انه الحي كله عنده مناسبات سعيده. ايوه، هز هز كمان. دقيقه، بوليس بيرقص والملابس تتحرك، الموضوع كده يعني انا ايش ده؟ لا مو معقول، الأشياء اللي كتبتها في مذكراتي صارت حقيقية. ممكن هذا يكون بسبب القلم الخاص اللي كان في الصندوق هذا. يلا دحين امسحهم بسرعة، يلا. ما بينمسح، ما بينمسح. ايش الصوت اللي انا اسمعه ده؟ ايش هذا كمان؟ لا لا، هذا مستحيل. هو انت ايش كتبت تاني؟ ليه تقول لي بسرعة؟ الأحسن ما اقول اي شيء. ايش احنا بنسوي دحين؟ طالما القلم السحري طلع من الصندوق اللي لقيناه، يعني في ممسح حقته هناك، لازم نوصل للصندوق. واحد، اثنين، ثلاثة. السيارة هناك، يلا نركبها. درغام، هو قال فين رايح؟ فين رايح؟ البيت حيروح فين يا فلافيلو يعني؟ تقريباً مش جاي له نوم، فرايح يشم شوية هوا. لا تمزح يا فلافيلو. البيت فين رايح؟ فعلاً البيت ماشي. بيت درغام بيمشي لوحده، ينفع يتعمل فيلم كرتون ياباني من الموضوع ده. هذه الحفرة اللي طلع منها الصندوق، أنا اللي رميتها آخر مرة،
امسكني يا جدو، لازم اسحب الصندوق لفوق. يلا طيب. يلا بسرعة بسرعة. فين هادي فين؟ تقريبا في آخره. لقيت الممسحة، أنا خمنت كويس، أنا عبقري. يلا خذ الدفتر وامسح بسرعة كل اللي كتبته. يلا تمام بمسحه. في شيء بيصير. أيوة كل شيء بيرجع زي ما كان. أنا نجحت، الدفتر فاضي، كأني ما كتبت بالقلم نهائي. يعني لازم أرجع كل شيء زي ما كان. أتمنى الصندوق وكل ما فيه يختفي وما يظهر تاني. إيه ده؟ إزاي ده؟ ملابسنا فين؟ هدومنا فين؟ إيش ده؟ القلم كمان بيختفي، اختفى خلاص، كل حاجة اختفت بسبب الممسحة اللي جبتها دي. كده أحسن، كله تمام، كده الحياة رجعت من غير أي أضرار. ليف، لبسين اختفى كده مرة واحدة من غير سبب؟ ليك علاقة بالموضوع؟ كيف لي علاقة؟ ما أنا زي ما أنتوا شايفين جالس في غرفتي. خلاص هنعمل إيه بقى؟ أنا نزلت تطبيق جديد يلا نلعب بيه سوا. تطبيق إيش تاني؟ ليش كده؟ تطبيق بيلاقي فصاصين الدماء اللي حوالينا. إيش؟ إيش؟ لا مستحيل، إياك تدخلني في الموضوع هذا معاك يا ماما. بهزر يا حبيبي بهزر. يا ليث بهزر يا ابني، هو في تطبيق كده اصلا؟ انا اصلا خفت زيك يا ماما. لو كان ده حقيقه يا ماما. طيب طيب يا اللي برا، بس كافي، حتخربوا الجرس، ما ينفع تدوس عليه كده، اكيد انتوا سويتوا مشكله. الحقي في شيء مهم صار. الحقي ايش في؟ يعني حتكونوا اخذتوا كاس العالم؟ ارسلتوا صاروخ للفضاء؟ لقيتوا طقم اسناني اللي انا ادور عليه؟ ها لقيتوني؟ لا لا، حاجه اهم من كده بكتير. علمنا حركه راس جديده لاول مره، لفه السلحفاء. ايش لفه السلحفاء هذه؟ هذه هي لفه السلحفاء. ليث يا ابني شيل السجادة بسرعة. شيلها كأنك بتلف كفتة، بعشاها جدا. سجادة كفتة. تمام اتفرج كويس، فلفيلو انت جاهز ولا لا؟ ضربة لفة السلحفاة. هذه مرة حلوة من جد. بيكي باو. خلصت عشان اروح اكمل الواجب؟ انت ما تاثرتي ابدا يا رزان؟ لا. انت ايش اللي فاهمك في الرقص اصلا؟ بقول لك ايه، انا مش عارف اقف يا درغام. ارجع هنا بسرعه يا فلافيلو. انا مش عارف ارجع، انا بلف الناحيه الثانيه. يا لهوي سجادتي سجادتي راحت يا ناس، الحقوني. لا تقلق يا العنود، هي لسه سليمه وانا بنزل اجيبها لك حالا. كيف في غواصة ماشية كده في الشارع؟ تفتكري ممكن يوقع عليها نيزك من السماء؟ إيش ده؟ إيش ده؟ إيش اللي حصل؟ أنا عصبت جداً! يا لهوي، العنود اتنرفزت جداً. اشتروا سجادة جديدة إما حتنفجر فيكم. رزان عندها حق، اجروا 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 يلا اجروا اجروا. أحد يقول لي أنا فين حلاقي سجادة الساعة هذه؟ ها؟ هلاقيها فين؟ ملعب الكرة؟ دحين لازم نجمع فريق عشان ملعب الكرة، وللأسف ما في وقت لهذا. فكروا ممكن نلاقي فين تاني؟ شوف رستم باشا هناك إيش شايل؟ سجادة! جبت سجادة ببلاش وسليمة مش مقطعة. رستم باشا رستم باشا طالعني، أرجوك طالع هنا. عايزين نبص على إيه؟ إحنا محتاجين السجادة هذه، قول لي بكم تبغى تبيعها؟ إنها زوها السجادة مش للبيع، في حاجات كده قيمتها عالية ولا تقدر بالفلوس يا درغام أبداً. اللي زي ما يهتمش بالماديات نهائياً بيهتم بالمبادئ مش أكتر. أربع بسكوتات. اتفقنا طبعاً. يا خسارة بتفاصل وحش قوي يا رستم باشا. يلا يا حبيبي من هنا أحسن لك، أنت مش قدي. طب تبيع الأربعة بسكوت اللي معاك دول بكام؟ مش عارف. هديك بسكوتة واحدة ماشي؟ خلاص اتفقنا. هدى بقى، خد أنت ده. رستم باشا نصيحة، يا ريت ما تفاصل تاني. يبدو كده إن اتضحك عليا. تمام، إحنا حلينا مشكلة السجادة خلاص،
كل شيء ينحل. لا ما تحلتش. الزعيق خلص خلاص؟ أنا خلصت. أنا لسه شوية. تمام وأنا كده خلصت. قولي أنت كيف يعني سجادة وبتتكلم؟ لو كنت سجادة عادية ما بتتكلمش ما كنتش سألتني السؤال ده. نعم؟ نعم إيه دلوقتي وأنا بنادي عليك؟ السجادة هذه دمها خفيف. خفيفة قوي بس بيتهيالي دي سوف. أنا قلت دمها خفيف يا فلافيلو، أنا ما قلت إن هي اللي خفيفة. يبقى وضح كلامك شوية منعا للإحراج. ليش وكيف بتتكلم يا سجادة بيه؟ بصوا يا شباب هدخل في الموضوع على طول، على حسب ما فهمت انتم محتاجين سجادة مش اكتر صح؟ انا محتاج مساعدة، لو ساعدتوني انا هجيب لكم سجادة قيمتها غالية جدا وتمنها كمان، وعمركم ما شفت سجادة زيها. وانا ركزت معاك لما قلت سجادة. طيب كيف نقدر نساعدك؟ الاول لازم نمشي من هنا. على فين؟ لبعيد بعيد قوي وبسرعة. نروح ملعب كرة؟ ابعد من كده بكتير. اوه على دل السحاب. لا سحاب ولا سنجاب، المهم انزلوا من العربية بسرعة. احنا كده بندخل في مواضيع خطيرة عشان سجادة ببلاش وحتشوفوا. يلا خدوا البسوا الكالوشات دي. كالوش كلبوش امسك حوش. مامتكم ما علمتكوش ما تدوسوش على السجاد بالجزم عشان ما يبوظش. اما انت سجادة غريبة فعلا. المهم البسوا الكالوشات هذه يلا. تمام الاول هنلف. مين علمك تعمل المؤثرات الصوتية دي؟ يلا هي 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 أنا رح أسوق طبعاً. هوب هوب معاك رخصة سواقة سجاد؟ لا ما عندي طبعاً. بهزر معاك مش لازم أي رخصة، المهم يلا استعدوا عشان هنتحرك حالاً. يلا هنتحرك يلا. بابا انتبه لا تصدم في السجادة اللي قدامك. انتبه يا بابا. السجادة اللي قدامي. ايوه احنا وصلنا المدينة خلاص، الطرق هنا مش زي عندكم، السجاد بيرفرف في كل حتة. تعاصف رامات منيح كنت رح تفوت فيني. اسف. في سجاد حلو هنا وشكله مختلف يا بابا. ايوه فعلا احنا لو اخذنا واحدة الماما رح تفرح بيها وتسامحنا. ما تنسوش انتوا جايين تساعدوني، ده اللي احنا اتفقنا عليه. تمام بس انت ما شرحت لنا ايش هنسوي بالضبط. دلوقتي هنقرب عند البرج اللي قدامك، للاسف هم حابسين عمار صاحبي في البرج ده من فترة. اخو عمار التوأم غدار وقعوا في فخ خلات حبس جوه بسببه. وغدار هذا كيف شكله؟ شكله شرير جدا، شرير جدا. لو قلتها وانت مضايق عينيك هتبقى مؤثرة اكتر، جرب كده. شخص شرير جدا، شرير جدا يا مامي. كل شي بدي اياه رح يخلص اليوم، وبس اتجوز الاميرة رح يصير معي خاتم الحكم ورح أحكم كل البلاد. منيح سجنت توأمي وخدعت الأميرة، ما حد رح يوقفني ورح أوصل للي كنت عم بحلم فيه من زمان، ورح ورجي الكل إني أذكى واحد بالعالم. عمار؟ عمار مين؟ إيه أنا طبعاً عمار، شو الموضوع؟ هاتي لشوف. الموضوع عندك أنت، طول اليوم قاعد بالعتمة وعم تضحك كمان مثل الأشرار، ما في شي تاني تعمله؟ شو؟ لا طبعاً عندي كتير قصص. يلا أنت روحي جهزي كرمال عرسنا الليلة يا أميرة يلا. تمام ماشي الحال. ما فيني يكون شرير بهيك ضو. ياسمين طفي الضو بسرعة. بعتذر. تمام كتير منيح. بالعتمة بيصير شكلي شرير أكتر. للأسف للدرجة دي غدار شرير. وصلنا خلاص، هو الشباك ده. عمار يا صاحبي. سجادة شو عم تعمل هون؟ إذا شافوك الحراس راح يكبوا عليك عصير كريز وراح يدعسوا عليك بصبابيطهم. مش عايزك تقلق، أنا جيت مع الجماعة دول عشان ننقذك. بسرعة شوي لكان، غدار والأميرة ياسمين راح يتجوزوا الليلة. يعني عندنا فرح وسهرة وناسة في الليل. أيوة بس إحنا كيف حننقذك؟ مفتاح السجن حتلاقوه بجيب رئيس الحرس، لازم تروحوا تجيبوا هيدا المفتاح بسرعة. عندي فكرة بومباستك. لا تاخد جملتي عن فلافيلو. أنا فكرتي كانت عادية أصلاً وكانت معتمدة على أننا هناكل الأول. شوفوا شكلنا كيف؟ شكلنا زي المهرجين من جد. هذا لبس مهرجين، أنت عندك حق يا بابا. كلمة مهرجين دي مضحكة جداً، مهرجين. اسكتوا خالص، بصوا ده رئيس الحراس، المفتاح متعلق في وسطه دلوقتي. احنا لازم ناخد المفتاح، لكن ازاي يا جماعه؟ يعني نرقص على واحده ونص. واحده ونص كيف؟ ايوه واحده ونص. يلا يا فلافيلو هوب 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 هز يلا كده يلا. انا ما حدش يمسكني ابدا، انا اصلا جايه هز يا وز هوب. انا نفسي اعرف كيف عقلهم بيوصلهم للافكار العجيبه هذه. فارس قاعد انت كمان هنا؟ يلا يلا يا راجل مش جايين نقعد، يلا قوم ارقص معانا. من فارس هذا؟ سيبك انت من فارس هذا يا اخ انت.
ركز في الرقص معانا. يلا هز، يلا هز، يلا. فارس من؟ وأي رقص هذا؟ اتركني يا ولد لو سمحت. ترى عيب عليك. شوف الأميرة بتطالع هنا دحين، لو ما رقصت يكون عيب في حقك. لا أفهم، ما علاقة هذا بذاك؟ عموما لنرقص دقيقتين، هيا بنا فلنرقص فلنرقص. الرجال هذا يبغى يرقص من أمس أصلا. أيوه أيوه. المفتاح طاح منه. يا ليث امسك. يلا تمام، المفتاح معايا، يلا كلنا. عاوز قتله رئيس الحراس. تمام لا تقلق، راح اتصرف. اوه هنقطك هنقطك يا اخي فارس، انت واضح ما صدقت خليناك ترقص. اديله. امشي يا فلافيلو، يلا نقطه كمان وكمان. يلا كم عطيته؟ ما كانش معايا فلوس، زبطته في ورقه جرايد وخلاص. خلاص خلاص بكفي مسخرة، عاجي بقى. ايوه احنا لازم نذاكر شوية. انت شو عم تقول يا زلمة؟ ولا حاجة، انا سرحت شوية. المهم لازم نتجوز هلأ وبأسرع وقت. يلا تفضل حضرتك وجوزنا بسرعة. تمام تمام يا غدار يا بني. انت العروس ياسمين بنت ناريمان صحيح ام لا؟ مريح المقطع، روح الاخير. ها أنا الآن أعلن زواجكما رسمياً. هاد مستحيل. أنا عمار الحقيقي يا جماعة وبعترض على هذا الزواج. أيوة يا أسد، ده عمار الحقيقي، أنت باي باي خلاص من التاريخ. يا حارس بكفي رأس هلأ، أمسك الكذاب وحبسه. آسف سيدي، سأمسكه حالاً. من وضع هذه الورقة على رأسي؟ مش أنا. شو اللي عم يصير هون؟ أميرتي اسمعي، السجادة الخيالية؟ اللي جنبك ده مش عمار الحقيقي، ده توأمه الشرير غدار، بعني التاجر سجاد في بلده وحبس عمار الحقيقي في البرج عشان يتجوزك. انت اسكت، وانت بتصدقي هذا الكذاب؟ أنا عمار الحقيقي مو هو. أنا ما رح أصدقك لأنك بتحب تقعد بالعتمة وهذا خلاني شك فيك. انت أكيد مالك عمار. خود يا عمار، خلي هذا الطوق معك انت لأنك أحق واحد بهذا المنصب. أبداً، أنا شو بدي بهالعقد؟ أنا بحياتي ما فكرت بهالطريقة. مزبوط، أنت فعلاً عمار الحقيقي. القوة صارت معي هلأ أخيراً، وبعد انتصار صار عقد الحاكم معي أنا. ما إلكن حق تحكوا أبداً لأني أنا الحاكم هلأ. أنت شو مفكر؟ يلي بإيدك مزيف، أنا كنت حاسة وشاكة فيك من الأول. أنت كنت عم تسمعي ضحكتي الشريرة بالعتمة؟ مزبوط، مشان هيك قررت ألبس الطوق المزيف اليوم. يا رئيس الحراس بكفي رقص ومسك هذا المخادع هلأ. إيش ده؟ أنت لساك بترقص يا عم؟ آسف، تعال هنا بسرعة يا مخادع يا كذاب. لا اتركوني. يا جماعة بشكركم لأنكم أنقذتوني، رجعتوني لياسمين وحنتجوز ونعيش مبسوطين. هلا اتمنوا يلي بدكم اياه. الكيدز ميل بليز. لا لا طبعا، انت نسيت احنا ليش جينا هنا. سجاده، محتاجين سجاده جديده. سجاده؟ تمام، اختاروا السجاده اللي بتحبوها. يا مساعدين بليز عطوهن اللي بدهم اياه من اغلى سجادنا واكرموهن. ايهو نجحنا في مهمتنا. سجاده يا خياليه، عن جد من غيرك ما كنا نجحنا بشي. عيب الكلام ده، معروفه يعني ان الصديق عند المضيق. لكن كيف حنرجع بيتنا يا صديقي؟ الموضوع ده علي انا. البسوا الكالوشات يلا يلا هنمشي. انا المره دي هلبسها في راسي كده وهنطير في الهواء بوداني عادي يعني. باي باي. فارس يا صاحبي، رأس أخيرة يلا. يا أمان يا أمان يا لالالي أمان. فارس الرقص الرهيب. عندما تتحرك الطائرة إلى الأمام يحدث اختلاف في الضغط بسبب جناحيها، وبهذه الطريقة ترتفع في الهواء. تمام، كافي معلومات إلين كده، ممكن نلعب مع بعض شوية لو سمحتي؟ هل تعلم كم عدد السنوات التي ردان؟ تمام تمام، معكم كابتن طيار ليث. البرج البرج، أطلب إذن الهبوط. انذار انذار، توجد طائرة في ممر الهبوط والعنود لم تسمح لها بالمغادرة. من جد تسلم ايديك يا ضرغام، بتسوي فنجان قهوة مضبوط آخر مزاج. من اليوم أنت اللي حتسوي لنا القهوة. طيب أنا حقول لك الحقيقة، أنا ما سويت القهوة هذه بنفسي، أنا طلبتها دليفري. أنت أحسن صديق لي يا عم الساندويتش، خلاص اتعودت على وجودك جنبي، مش مصدق إنك ممكن تخلص يوم من الأيام. كنت أتمنى أقضي معك فترة أطول يا صاحبي، يا ما لعبنا سيسو في الجنينة اللي جنبنا مع بعض، كمان لعبنا عربيات سوا وكنت بكسبك، واتفرجنا على التلفزيون وعزمتك على العشاء في المطعم، وكمان كنت بعمله سندوتشات صغيرة لما جوع.
حقيقي يا بختكم انتم محظوظين مرة، كلكم عندكم أصدقاء وأصحاب، لكن أنا وحيد مرة، أبداً ما عندي أي أصحاب. تعرفي أني بكون مبسوط جداً لوجودك جنبي يا رزاق. أنت مو بس أخ، أنت كمان أحسن صديق لي يا ليث. صراحة إحنا ربينا الأولاد كويس على المحبة يا ضرغام. الفضل ليك يا العنود، أنا من جد أقدرك. أنا كمان من جد أقدرك يا ضرغام. عمري ما حسيت بالوحدة بعد وجودك في حياتي يا صديقي الساندويتش، صديقي اللذيذ اللزوز. كفاية! كل واحد فيكم عنده صديق وأنا ما عندي. خلاص أنا قررت أروح دار المسنين، أبغى يكون لي أصحاب من نفس سني أقدر أتونس معاهم. إيش؟ ممكن أخدك ونتفسح في الجنينة يا أبو السباع، وأكيد صديقي الساندويتش هيجي معانا. بابا إيش بتقول، دار مسنين؟ إحنا كلنا بنقدرك، كلنا. إيش اللي مضايقك يا أبو السباع؟ هرجتك مو مظبوطة مرة، أنتوا عايشين مع بعض على كيفكم، لكن أنا خلاص طفشت واخذت قراري، قرار نهائي. شوف أنا لقيت مكان يناسبني، وأكيد طبعاً حلاقي أصحاب كتير في نفس سني وحتونس معاهم. بس أنت لو رحت راح توحشني مرة يا جدو. لا 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 لا, لا. أنا مو سامعك. أدري إنك لو أخذت قرار ما في أحد يقدر يمنعك، لازم يا ضرغام تروح تتأكد من المكان بنفسك. عايز تيجي معانا نتمشى يا صديقي الساندويتش؟ ايه؟ معقول مش عايز؟ يبقى الوداع، دي نهاية حكايتنا، ذهب مع الكاتشب. هذا هو مكان مناسب للي مثلي، شوفوا كده كيف كل شيء جميل، أكيد راح يكون عندي أصحاب كتير مرة. بابا أنت متأكد من اللي حتسويه هذا؟ طبعاً مكان جميل وحيكون لي أصحاب كتير. بس يا بابا أنا حاسس أنك تسرعت في قرارك اللي أخذته، كل شيء عادي هنا وما في أي شيء مميز. يا سلام على الحفلات الجميلة، أهو كده الكلام ولا بلاش. تشك 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 تشك. بابا إيه اللي بيحصل ده؟ تشك في تشك دي إيه ده؟ أنا رايح فين؟ واخدني كده ورايحين بيا على فين؟ الحقوني أنا كمان بتحرك. إيش قاعد يصير ها؟ كل شيء قاعد بيتحرك في المكان. صدقوني يا جماعة، أرجوكم لا تخافوا، يبدو لي أن النملة احتل المكان كله، ومن الواضح أنهم لا يمزحون الآن. أخذوا دار المسنين وحولوها لبيت خاص بهم، لا تقلقوا أبداً، أنا مسيطر. بابا أنا ماني مطمن للمكان الغريب هذا أبداً، ارجع معايا للبيت عندي أحسن. لا طبعاً يا ضرغام، الحل بسيط، أدري أنكم مفتشين سريين مرة أذكياء وموهوبين وتقدروا تحلوا اللغز. عجباني أوي الحكاية دي يا جدو، إحنا لازم نحل اللغز ده بسرعة سريعة متسرعة. يلا يا ضرغام معايا، دي شغلنا سهلة أوي على المفتشين العظماء. أنا قلبي مو مطمن. المشكلة ببساطة إن في أعداد كبيرة من النمل، فلازم نلاقي طريقة عشان النمل يرجع بيوته. بس كيف يا ترى؟ ما تديني فرصة وأنا هتفاهم معهم بلغة سرية حديثة معرفهاش. هاني كده بنت ربطو هطو هطو، واسمع دي كمان، اسمع هاني ربطو هلو هلو هطو ربطة. فلافيلو النمل ما رح يفهم الكلام هذا، أنا عندي فكرة أحسن بكثير. هذه هي سيارة آيس كريم، عارفين إن النمل يحب الحلويات، أنا متأكد إنهم حيجوا هنا بنفسهم، ولما يخرجوا نقفل الأبواب من جوا كويس. واو أنا بحب الآيس كريم، بوم أحبه أوي خالص. خطة لذيذة فعلاً يا ضرغام. دواني شوكولاتة دي. استنى دقيقة يا فلافيلو، هدول عشان النمل. فلافيلو ضرغام فلافيلو الآيس كريم. هذا مو الحل، لازم نتناقش معاهم بالكلام أفضل. المفروض كل مجموعة نمل عندهم ملكة تحكمهم صح؟ نتناقش معاها ونعرف طلباتها. أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم. قولي لي أنتوا ليش أخذتوا مكاننا وطردتونا برا؟ أنا كنت ناوي أقعد هنا وأدور لي على أصحاب، دمرتوا أحلامي. أنا آسفة جداً، لم يكن أمامي حل آخر، بيتنا الذي عشنا فيه قد غرق، فوجدنا أقدامنا تقودنا إلى هذا المكان المناسب. كان لابد أن أجد بيتاً ملائماً يليق بمجموعتنا لكي نعيش فيه بديلاً لبيتنا القديم الذي غرق. ما ينفع تسكنوا هنا لأن في ناس ساكنة هنا بالفعل. نحن نريد استرجاع بيتنا لكن مع الأسف تدمر، لو استطعتم إيقاف الفيضان يمكننا الرجوع.
أمامكم حتى غدا، وإلا سنأخذ المكان. كده مهمتنا ننقذ بيتكم من الفيضان عشان ترجعوا له. بسرعة من فضلك أعطينا العنوان. حديقة المنزل الكبير هناك على اليمين. يلا يا فلافيلو معايا. الحقوني يا جماعة، النبريش رح يوقعني على الأرض. الحقوني يا عالم. يا ليت روحك بالحنفية الموية بسرعة. الحنفية ما عم تشتغل. لا تخافي أنا جاي أنقذك. الحقوا علي، الحقوا علينا، نحن الاثنين نطيح على الأرض. أهلا فيك. انت ايش اسمك؟ لازم نتصرف بسرعة، وانا عندي الحل. هذا نجح، لازم نسوي زيه بالضبط. عندك حق، فكرة كويسة. انا لازم انجح. كده احنا حلينا نص المشكلة. انا حابة اتشكركم كتير. انا اسمي سوزانو هايدج 90. حلوة صح؟ بس فيها مشاكل كتير وتقريبا كل يوم بتخرب. انا طلبت الصيانة شوي ورح يوصلوا. كل يوم بيصلحوها بس الغريب انها بترجع تخرب. هيون هيون وصلوا. احنا جينا زي ما طلبتي، بيتهيالي عندك مشكلة في السباكة تاني. قرصان وطرزان؟ من متى بتشتغلوا في السباكة؟ انا ماني مطمن ابدا للموضوع هذا. بليز اتصرفوا، جنينتي عم تغرق يا جماعة. لاحظت وكل حاجة هتتصلح، تعال معايا. ما اقيس ابدا انهم يفهموا في اي حاجة في السباكة او في غيرها. أصلح هذه الماسورة واخرب الماسورة تلك. هل تعتقد بالفعل أننا عمال سباكة؟ عندك حق. طب أنت خلص اللي في إيدك بسرعة. درغام واللي معاه شاكين فينا. هركب الصمام ده هنا. كده تصلحت. حد يشوف كده؟ أخيراً. سوزان هانم، اسمحي لي أشوفهم. أنا مو مطمن أبداً للإثنين هدول. ما تقلق من هيدا الموضوع. صحيح، اللي بقى أنت شو اسمك؟ أنا أبو السباع، زعيم السحاب الطاير، حاكم السبع بحور، المحارب القديم، بياع الزبادي. بياع زبادي؟ أنا محارب الأشهار، الفارس المغوار. هو قوي زي ما أنت شايفة. أنا أول مرة أشوف جدي كده. تعال نبوظ الماسورة دي. هي كده باظت، يلا نتحرك من هنا. انتوا ما حتروحوا اي مكان يا محتالين. يا درغام، يا ليث، يا الشرطه. وطي صوتك يا ما تندهش على حد. ايش اللي بيصير هنا؟ الاثنين دول محتالين يخربوا السباكه عشان يرجعوا يصلحوها. يعني تطلبهم ويرجعوا ياخدوا منهم فلوس كمان. اخص عليهم. قرصان وطرزان، ما كنت متوقع منكم هيك. كنت متوقع. وايه يعني؟ ما كنتش اعرف انكم هتكشفونا بسهوله. يلا نجري. فلافيلو يلا دحين. دلوقتي ايه يا درغام؟ فلافيلو قوم بسرعه، اتحرك دحين. كده يعني؟ لازم ننفذ فورا الخطه به. طرزان اتحرك يلا، انا هخلع الصمام ده. هيدا الصمام الرئيسي، هيك البيت حيغرق. حدا يساعدني بترجيكن. انا ما ابغاك تقلقي نهائيا يا هانم، راح اتصرف واحل المشكله العويصه هادي. بس الأول لازم نكب الموية. قولي لي، في كم مخرج موية؟ بالحقيقة ما بعرف، أنا ما عندي أي فكرة. أنا صراحة ما عديتن قبل هيك، لأني بالحقيقة عايشة لوحدي بهيدا البيت. طيب اتذكري بسرعة، أي مكان ممكن الموية تخرج منه؟ ممكن في الحوض، في البانيو، في أرض الحمام، في المطبخ. أي مخرج قريب نصرف منه الموية. ذكرت، في مخرج مي قريب بنص الصالون بالضبط. لو قدرت توصل له رح نقدر نصرف المي. انت ليش عندك مصرف مويه في نص الصالة؟ شفتها بفيلم، فكرتها عجبتني وقلت اكيد رح احتاجها بيوم. ساعديني اوصل الين الشباك هذا اللي هناك ده، شفتيه؟ احنا بنجري كده ليه يا درغام؟ علشان نمسكهم، لازم ياخدوا جزاءهم على اللي عملوه. ارمي عليهم اي حاجه. القي عليهم معي من البطاطس. ارمي بسرعه. وقفوا مطرحكم، ما تتحركوا. يلا يا طرزان اتصرف انت معاها. قوة الغوريلا. لازم الاقي مصرف المويه بسرعه. اكيد موجود هنا في الصاله. هي قالت في النص. رجلي انحشرت في حاجه. هي هذه سداده مصرف المويه. لو اللي في بالي صحيح هتكون مشكله كبيره. أنا صرت سدادة مصرف الموية. الحقوني. إحنا
نقول لكم كل طلباتنا. طلباتنا؟ لم نقم بإصلاح أي شيء، هل سيستجيبون بسهولة؟ ده هيخليهم يتلخبطوا أكتر ويدينا فرصة للهروب. أيوة، هنقول لهم طلباتنا: 4 سندوتشات كبدة واتنين عصير مانجا، وأيضاً أطلب غزل البنات لأني يحبه، وكمان غزل البنات. أنت عايز غزل البنات؟ هاتله بقى، ما تكسفوش يا درغام. جتني فكرة بابا، أنت متذكر اللي صار لعم فلافيلو لما نمسك الآيس كريم؟ ممكن ننفذ نفس الخطة مع غزل البنات. فكرة عبقرية يا ليث. فلافيلو، جيب لنا غزل البنات ومشكلتنا حتنحل. فلافيلو، انت ليه جبت البياع؟ اصل انا متحمس جدا يا درغام، وبعدين ده بينغم كمان، سمعهم كده. غزل البنات يا اخي، بترجعك خلاص اتركني روح. انت راجل سكره، حنزلك. قرصان، جبت لك غزل البنات اللي انت تبغاه. اهجد وانزل عشان تاخده مني. انزل وحنا حنتفاهم بالكلام ونقدر نحل المشكله. نحلها، بس ادينا غزل البنات في الاول واحنا نتفاهم بعدين. اصل انا جعان قوي. هم هياكلوا غزل البنات لوحدهم يا درغام؟ ده حتى انا اللي جايبه. دحين رح تفهم انا ليش سويت كده يا فلافيلو. لا ليه كده؟ ما الذي يحدث؟ لا اصدق. الحقونا. احسن، النمل حيتصرف معاكم بمعرفته، وكده تخلصنا من اللي غرقوا بيوت النمل ودمروه. ماني عارفه كيف بدي اتشكركم يا جماعه، ما عندي مانع لو زرتوني من وقت للتاني. ابو السباع، انت كتير قبضاي مثل ما قلت. لو بتسمح لي فينا نضل اصدقاء؟ عن جد شي كتير بيسعدني. انا مره سعيد بصداقتنا يا سوزان هانم. من فتره وانا حاسس بالوحده، ما كان عندي اصدقاء كتير للاسف ابدا. جدي طالما حيكون عندك اصدقاء يعني حتعيش معانا في البيت زي زمان صح؟ اجل يا ليث اجل. بس للاسف انا جنينتي الحلوه خربت على الاخر، والنمل ما راح يقدر يرجع بيوته الغرقانه ولا حتى نزلاء دار المسنين. النمل اخبرني بكل ما حدث وادركت ان هذين هما السبب في كل ما جرى، والان عليكم ان تحلوا هذه المشكله كي نستطيع العوده. تسببتم في المشكلة وعليكم حلها. انت بتحلامي يا نمل. خلاص تمام اللي انت عايزاه. كيف تريدين منا ان نحمل كل هذه المياه؟ امسكوا كاستين المويه هدول، اكيد هتحتاجوهم مرة. برافو عليك، كده رح ياخدوا 10 سنين على الأقل. أنا متعب جداً. طيب ممكن كوباية شاي أو أي حاجة نتغدى مثلاً؟ أنا تعبت جداً مش قادر. تمام، كده جهاز محول الذكاء المتطور بتاعي انتهى خلاص، نجرب خوذة التحويل. لو كل حاجة مشيت زي ما أنا عايز بالظبط، التليفون المحمول ده هيتنقل ليه ذكائي كله، وبكده هيعمل كل شغلي عني. ونسحب الدراع ده. كده تمام، يلا جربوا. أهلا بيك تطبيق أبو العينين. أهلا، أنا تطبيق أبو العينين وجاهز تماما للعمل. ده اشتغل فعلا. يبقى الاول ادفع لي فواتير الميه والكهرباء والغاز والنت، وابعت برقيات تهنئه باعياد ميلاد اصدقائي، وامسح الفيديو جيمز اللي بعتها لي فلافيلو كلها، وانت عارف بقى باقي الشغل. اوعى تنسى بقى. اروح ارتاح انا شويه مع نفسك بقى يا ذكائي. سيتم تنفيذ الاعمال، فلدي كل الارقام من 0 إلى 9. أنا أحدث ذكاء اصطناعي، يجب علي أن أتمكن من تعزيز نفسي، ولكن كيف؟ كيف أفعلها؟ أين وضع الدكتور صندوق الدروس المعدنية الغير مستخدم؟ ها؟ ها هو هناك. في المكان المحدد. دعونا نضع هذا. أوه، ذراع جديدة والأرجل أيضا. أنا أبدو رائعا. الآن يمكنني الذهاب لإنقاذ أصدقائي بذكائي الجديد. سيرى الجميع ما يستطيع فعله الهاتف الذكي. وضعوا الطيران. لا أطير؟ أعتقد أني سأضطر إلى المشي قليلا. هيا معي وأنت أيضا. أوه لا، لن تأتي معي يا جدي، المشوار صعب بالنسبة لك. تعالوا يا إخوتي، سأحضر لكم أذرع وأرجل متحركة، وبعدها نسيطر معا على العالم كله بذكائنا الخارق. ما هي
المهمة الرئيسية للذكاء الاصطناعي أن تصبح أكثر ذكاءً. وماذا نفعل عندما نصبح أكثر ذكاءً؟ نزداد قوةً. بالطبع، أعتقد أنني شرحتها بشكل جيد. على أي حال، هل يجب أن أحصل على ملابس لنفسي؟ شيء مخيف، شيء مع صورة وحش أو شيء من هذا النوع. زنب أقول لك، لقيت المكرونية السباجيتي نطت جوه كوباية المية ساعة. المكرونة السباجيتي نطت جوه كوباية المية؟ أكيد كانت عطشانة. بابا، ممكن نسمع القصة لآخرها؟ أيوان، برغم مش مصدق كلامي، بكرة يشوف المكرونة هتعمل إيه؟ إيش اللي بيصير؟ فيكو، إيش هذا؟ سرق محلي في الليل والسارق أخذ كل الهواتف ولم يترك شيء غير هذا الهاتف القديم. لا أعلم كيف أتصرف أو ماذا أفعل الآن. نحن آسفون على ما حدث وسنقوم بكل التحرية والتحقيقات اللازمة. فلافيلو، أنت بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ إياكم تكونوا ناويين تسوون اللي في بالي. طبعاً يا برغام، ودلوقتي المحققين العظماء حيتولوا التحقيق. لازم أستجوب الشاهد الأول في القضية في أقرب وقت. وريني كده. ألو ألو، قولي بقى إيه اللي شفته بالظبط. أول خطوة، إحنا لازم نشوف كاميرات المراقبة إيش صورت بالضبط يا فيكو. حسناً، التصوير على هاتفي. ها هو. لا لا لا، أهلاً بكم في لعبة السباق، لعبة الأطفال الظرفاء. إيش ده يا فيكو؟ من جد تلعب سباق أطفال؟ لا بالتأكيد ليست لي، ابني الصغير هو من يلعبها. شكلك كده أنت اللي قاعد تلعبها، لا تخبي علي، وريني. حنشوف اللي صار في كاميرا المراقبة. تليفون احترق وتليفونات انسرقت. ما حتصدقوا إيش اللي أنا شايفه على الشاشة. هذا دكتور أبو العينين منظور، وهذا معناه أبو العينين اتحول لموبايل. لازم نروح المعمل عنده ونعرف الحقيقة. تمام، هقفل السكة، هحل اللغز وأكلمك. ألو، قفلت السكة؟ طب اقفل انت. لا لا طبعا، انت اللي تقفل الاول. اوه، يا ترى ايش اللي بيصير هنا؟ الظاهر انه مدفعش تمن الفواتير الكتير اللي عليه، عشان كده قلبين عليه. ليش قاعدين يرموا التفاح؟ هم دوبهم جايين من السوبر ماركت. ها كفاية. لا لا، الاجهزة دي كلها خرجت عن السيطرة، دول بيرموا كل الاكل اللي في التلاجة. ترغام، يلا تعالوا وراي على المخبأ بسرعة. احنا هنا في امان، خلينا نور شمعة علشان نشوف. خازي بازي فلافيلو. اوف، ليه طفيت الشمعة؟ سيبها منورة أرجوك. وش اللي سويته هذه المرة يا دكتور أبو العينين؟ ببساطة، عملت نسخة من عقلي على التليفون، بس ما كنتش متوقع أبداً إن ده هيحصل. المفروض ما كنتش أسيبه ثانية في المعمل لوحده أبداً. أنت سامع الصوت ده؟ إحنا لو سبناهم كده ممكن يسيطروا على العالم كله. سيبك منهم دلوقتي، في موضوع أهم من عقلك والسيطرة على العالم. إيه اللي موجود في العلب دي؟ كان في خصم كبير قوي على المعلبات دي، فجبت كمية أناناس تكفيني سنة. أناناس ليش؟ لا، I don't like الأناناس خالص. وبعد أسبوع. أناناس لذيذ قوي، يا سلام عليه بقى كده جوه سندويتش شاورما. مو معقولة، الأكل اللي معانا خلص يا عم فلافيلو. أنت خلصت علب الأناناس اللي في المخبأ، كيف نتصرف دحين؟ إحنا لازم نخرج وندور على الأكل بنفسنا. صار لنا فترة ما إحنا سمعين لهم أي صوت، الظاهر بطارياتهم خلصت. إحنا لازم نتأكد. غريبة جداً، هدول دمروا المدينة كلها. أنا خايف على ماما ورزان، أبغى أطمن عليهم. هم معدل ذكائهم عالي جداً، محدش يتوقع عملوا إيه في أسبوع. ما تقلقش خالص، هنروح نطمن عليهم قريب، لكن أولاً لازم نحل المشكلة دي. شوفوا إيش اللي مكتوب على اللوحة، قرية الإنترنت الأورجانيك. هم خلاص بقوا بيزرعوا إنترنت عضوية؟ ما فيهاش بوات حافظة؟ هو ده سور القرية اللي قدر يحميهم المرة اللي فاتت؟ يعني ندخل جوه ونطلب المساعدة؟ بس يا ترى كيف ندخل؟ فكرة لولبية. ليف، شيلني على ظهرك. بس انت تقيل يا عم فلافيلو. استحمل شوية بقى كده، خليك جدع. درغام، دورك. فلافيلو، ايش سويت؟ المفروض انت اللي تحت. ما ينفعش ابقى تحت خالص، لان الفكرة بتاعتي. ابو العينين، دورك، اثبت وخليك جدع المرة دي. لا لا لا، تمام كده، عملنا برج عالي قوي. نثبت كده لغايه اما نشوف هنعمل ايه. اثبتوا، ما توقعوناش. اثبتوا، يلا اثبتوا. لو وقعت هتعور. شنو هذا؟ ما
منو أنتم؟ ارفعوا يديكم فوق حالاً. اهدى يا صديق الحارس الشجاع، اهدى. أهلاً بيكم، أنا موس. أنتوا هنا في قرية الإنترنت الأورجانيك، وأنا شايف أنكم دمرتوا جدار الحماية بتاعنا. على كل حال إحنا محتاجين نخلي الجدار أقوى شوية. تمام يا قائد. أنتوا بالتأكيد قدرتوا تنجوا من المعركة زينا. كل اللي هربوا جم قريتنا دي واحتموا فيها ورا السور اللي كسرتوه. الأمور كويسة قوي. إحنا بنعمل الإنترنت بتاعنا هنا، يعني مثلاً أنا محرك بحث. أنت محرك بحث؟ مع إنك مش شبه المدور خالص. أنا المسؤول هنا عن مهمة البحث لأني عندي معلومات عن كل شيء. اسألني أي سؤال لو حبيت. طب أنا هسألك سؤال في الجغرافيا. 6 × 15 تطلع كام؟ قصدك حساب. 90. تعالوا معايا أفرجكم القرية بتاعتنا. إحنا مقسمين قريتنا صفحات زي مواقع الإنترنت بالظبط، وما نسيناش تطبيقات الموبايل برضو. يا أستاذ موس، مين اللي ورانا هادي؟ ها، دي من مشاهير الإنترنت وليها فولورز كتير. شايفين متابعينها إزاي؟ راح أقدم لكم أكلتي اللي بحبها، سباجيت الفرايز والفلايفلي. أكيد راح تحبوها مثلي. وما تنسوا تعملوا لي اللايك. وهيدا فلتر الأميرة تبعيتي، شو رأيكم؟ أكيد تمام. عملوا لي لايك. أكيد هعمل لك لايك طبعا يا صغير. وهعمل لك كمان شير عشان تستهلوني. هعمل لك لايكات كتير قوي. مرحبا شباب، هل سبق وأن شاهدتم المحارب الخشبي المميز؟ لديه سيف ودرع أيضا. مين هذا؟ ما تقلقش، ده يبقى إعلان تجاري. هنعمل سكيب بعد 5 ثواني. اشتري الدرع الآن واحصل على السيف هدية ب49 دنجلا تشمل مصاريف الشحن. كل شيء جميل ولطيف في المكان هنا، بس ما فيش حد بيبذل أي مجهود علشان يواجه الذكاء الاصطناعي. احنا لازم نتصرف بسرعة جدا، لازم ننقذ العالم. أنا عايز لابتوب. أنت عندك لابتوب؟ أنا عندي كمبيوتر قديم في المخزن. فين مكانه؟ اتجه يميناً فقط بعد 100 متر واستدر إلى اليسار قليلاً. أوه، ده شغال جي بي اس كمان. طيب أنا رايح أنقذ العالم، خدوا راحتكم أنتم. ها؟ الكمبيوتر ده مناسب، أصمم برنامج يوقف الذكاء الاصطناعي عند حده. ها؟ لا 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 لا. ها؟ لا 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 إيه؟ نعم، لا 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 لا. عملية مرفوضة، عملية مرفوضة. ها؟ وانت تبقي مين؟ أهلاً، أنا نسخة ذكاء عضوي، نسخة من الذكاء الاصطناعي. للأسف لا أستطيع تنفيذ طلباتك، لكني لن أغضبك. فبإمكاننا لعب ألعاب أونلاين والصور كلها بالألوان الطبيعية. أنا مش مصدق، لو مفيش كمبيوتر مش هقدر أنقذ العالم أبداً. أعمل إيه؟ أهلا فيكم بالمسرح تشانل، ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا، عنا فيديوهات كتيرة ومتنوعة، لا تنسوا اللايكات والشير. عايز فيديو لعمل الشكشوكة في خطوة. أنا أبغى فيديو عنا، لقيتها، عن تصليح الحوض المكسور. مثل ما عم تشوفوا كلكم، منستخدم أولاً نفك مدبب وحاد، ومنحدد موضع التسريب بدقة كبيرة، وبعدين منفك المسامير بحرص. بابا، شكل الفيديو هذا مرة ممل. أنا اللي حسوي سيرش عن فيديو القفز المزدوج. أعزائي المشاهدين، اليوم أنا رح أنط نطة مزدوجة جريئة. ظهري. الفيديو هنك، الظاهر كده الباقة خلصت. لا، الظاهر إنه ظهري أنا اللي هنك. أبي أشتري الجاكيت. هذا المعطف غير متاح، ابحث عن منتج آخر في الموقع. عيل، كم سعر هذا؟ 999. زين، أنا بشتري. من فضلك، لو سمحت أنا عندي سؤال أبغى. أعتذر، الموقع مزدحم جدا، تواصل معنا في وقت لاحق. هاي. لحظة، ماذا تفعل؟ أنزلني. بعمل ريفريش للموقع، يمكن يشتغل كويس. حسنا، ريفريش. ايه صفارة الانذار دي؟ انا ما عملتش حاجة. لا، مصيبة، محتاجين حد ينقذنا منهم. مفيش اي كمبيوتر شغال في القرية، ولا حتى اي آلة حاسبة شغالة هنا. ازاي نقدر نهزمهم بس من غير ما يكون معانا كل الاجهزة المناسبة؟ ودول مش اي ذكاء اصطناعي وخلاص، دول معاهم نسخة من ذكائي وعقلي. انتوا فاهمين الورطة؟ ايوه فاهمين يا اخي، احنا في ورطة. وانت ذكي، انا كمان كنت ذكي جدا وانا صغير، كنت بحل مكعبات وابني فوازير. المفروض كنت تحط نسخة اقل ذكاء على التليفون، مو نسخة كاملة من ذكائك. كنا على الاقل حنتونس شوية. ها؟
دقيقة واحدة، لو التلفونات هذه فيها نسخة كاملة من عقلك يعني خلاص لقينا الحل المناسب اللي هيخلينا نتخلص منهم. يا دكتور قول لنا ايش اكتر شيء يخوفك وكده هنقدر نعرف نقطة ضعفهم ونخوفهم بسهولة. انا مش بخاف من اي حاجة. لا مش صح، دكتور ابو العنين بيخاف من الطيور المفترسة زي النسور. هذا صحيح فعلا. ابو العنين فين النسر؟ فين؟ بخيف قوي. طب ومن فين حنجيب نسر مفترس دحين؟ نروح قناة المسرح، أعتقد عندهم ملابس كتير هناك وأكيد حنلاقي ملابس نسر مفترس، بس ياليت ما يكونوا معلقين إلين دحين. الجناحات دي محسساني اني بطير فعلا. انتوا انقذتوا قريتنا، انقذتوا العالم كله من معركة الذكاء الاصطناعي، ارجوكم اقبلوا الهدية دي. ما في شيء في يدك؟ ده اكيد طبعا، ده انترنت عضوي لاسلكي هوائي. فين دكتور ابو العنين منظور؟ هو النسر مشي خلاص. اي بلي باي كناطير. راح تطيحنا. فاكر نفسه بيطير زيي. دوري معايا على قدر، محتاجين واحد للبيت. وإيش اللي صار للقديم؟ مو متذكرة لما واجهنا الوحش البمبي في البيت إيش سوى فيها؟ صحيح، القدر حقنا لصق في السقف. بلافيلو. هو أنا خبطت فيكي؟ طب اخبطيني تاني كده عشان ما وجعتنيش قوي. أنت إيش بتسوي؟ عم فلافيلو، أنت إيش بتسوي في قسم الأدوات المنزلية؟ دي هوايتي المفضلة، لازم أتمشى في المكان ده مرة في الأسبوع. ماني مصدقتك، أنت شكلك مو عارف المكان أصلاً. هقول لك الحقيقة، لكي أهرب من تعب الحياة الكثيرة. يعني حلوين الكلمتين دول؟ كل يوم بروح مكان جديد، بعمل حاجة جديدة واشوف حاجة جديدة واشتري حاجة جديدة. يعني أول مرة تيجي؟ أيوان، امبارح مثلاً رحت محل الخردوات، عجبني الاسم الصراحة، خردوات خردواتو. وإيش اشتريت؟ شريت لازق دابل فيس كبير ورحت لزقت بيه رستم باشا، كان منظره كوميدي. طيب وإيش ناوي تشتري من هنا؟ ناوي أشتري فرشة مساج الشعر دي. ليست فرشاة للشعر، بل مضرب بيض يدوي يا سيدي. أي فلافيلو سيب اللي في يدك وتعالى. طالع كده للي فوق، شايف القدرة الكبيرة اللي في الرف الأخير هذا؟ ممكن تجيب لي هو؟ طبعاً أكيد، دي حاجة سهلة جداً. فلافيلو أنت بخير؟ مين بينده؟ القدر فوق راسك. ما أنا عارف. طيب مو ناوي تشيلها عنك؟ أنا عن نفسي ناوي، بس هي مش ناوية ومش راضية تطلع بالطبل البلدي. يا رزان ممكن تساعدينا؟ سيدي هذا وعاء وليس قبعة، اخلع. مو راضية تنشل ابدا يا فلافيلو، لازم نشوف احد تاني يساعدنا. يا مامي الحقيني. انا ماني مصدق اللي صار ابدا، انت ليش بس ما تركته يكمل؟ ايش ده؟ كيف سويتها؟ ها؟ مين بيتكلم؟ مين بيتكلم؟ ليش شكلك كده يا عم فلافيلو؟ القدر طاح على راسه في الماركت لما كان بيساعدنا ولصق فيه، وبعدها لقينا حداد وبدأ يقص في القدر، لكن فلافيلو تحرك بالغلط وهذه النتيجة. يعني حبيت شكلي كده. وطالما انت لابس القدر هذا في راسك حتصير زي كل السوبر هيروز. ده مش فاهم، كل بطل
بي كل هالخذة حقته اللي بتعطيله القوة يا عم فلافيلو. انت دحين عندك خذة بالقوة حقتها. اوه ايوا، بس يا ترى ايه ممكن تبقى القوة المستخبية في الحلة المستوية؟ ضرغام، طيب انت ليش بس بتحاول اصبري بس يا العنود، بنمزح معاه شوية. يا عم فلافيلو، انت فين رحت دحين؟ انا ماني شايفك ابدا. انا كمان مو شايفه، شكل فلافيلو صار خفي يا ليث. لا، تبقى قوة الحلة دي هي الاختفاء يا ليث. تهاهي، انت مش شايفني طبعا. يا عنود انت شايفاني؟ انا اكيد طبعا. اكيد طبعا مو شايفتك، انت مختفي، ما حد فينا شايفك ابدا يا فلافيلو. انا لازم اشوف شكلي وانا مختفي، فين المراية؟ هتولي مراية بسرعة. يا ليث روح جيب برواز اللوحة بسرعة. تمام، حاضر، حالا نجيب لك المراية. العنود ردي عليا، انت مش شايفاني خالص صح؟ جبت البرواز. وبكده حيصدقنا. اتفضل بابا. مضبوط. انا جبت المراية، انت جرب كده لو حتقدر تشوف نفسك. يا نهار شفاف، انا مش شايفني، انا بقيت انفيزيبل. بكفي كده اختفاء اليوم. ايوه نشوف مقلب تاني. فلافيلو، انا خلاص شايفك دحين، الظاهر انك فقدت قوة الاختفاء. ايوه انا خلاص شايفك يا عم فلافيلو، الظاهر ان قوة الاختفاء وقتها قصير، بس اكيد انت عندك قوة تانية وقتها اطول من الاختفاء. زي ايه مثلا؟ هشوف المستقبل يعني؟ ايوه يا سلام، هعرف في المستقبل كمان. طب انا هقول لكم على اللي هيحصل يا جماعة، جاهزين؟ ايوه جاهزين. يعني مثلا ليث هيخبط رجله اليمين في رجل الترابيزه الصغيره. هذا حصل فعلا. زي ما قلت بالضبط. زي ما قلت بالضبط. طب الايس كريم اللذيذ في كل محلات السوبر ماركت هيتباع ببلاش. خلنا نروح السوبر ماركت ونتاكد بنفسنا. انا هروح اول وانتوا تعالوا ورايا. يا بقال اسمعني، خد كل الفلوس هذه وسوي زي ما حقول لك بالضبط، نادي على الايس كريم ببلاش، فهمت؟ درغام، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تقلق، خد الفلوس بسرعه. خلاص تمام، فهمت عايز ايه. ايس كريم بالمجان. قرب تعالى، خد لك ايس كريم ببلاش. ما اعرفش ايه المناسبه، بس خد لك ايس كريم ببلاش، تعالى وتاكد. يا نهار لوزوز، ده بجد؟ اديني بقى واحد ايس كريم بندق كراميل ببلاش. اتفضل، كله هنا ببلاش. كده تمام، نشوف المستقبل، يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى كل الموجودين في الكافيتيريا هيطلعوا دلوقتي يرقصوا ويقولوا بطاطس يا مرمشة. يا ويلي، طيب انا لازم امشي بسرعة. انت كنت بتقول ايه يا ابني؟ مش فاهم. انت مش شايف الحلة اللي على دماغي دي؟ انا سوبر دوبر بطل. انا مش مصدقك يا ابو حلة انت. يا شباب اسمعوني، الجو لطيف مره اليوم، يلا تعالوا نرقص شويه. انا حدفع حساب الشاي اللي حيجي يرقص. مع بعض حنرقص، لا تنسوا كلمة السر بطاطس. بطاطس يا مقرمشة، بطاطس يا مقرمشة، بطاطس يا مقرمشة، بطاطس يا مقرمشة. بطاطس؟ الظاهر كده انه بطل فعلا. انا قلتلك يا جدو انا سوبر بطل. شايف ابو حلة اللي واقف هناك ده؟ بيعرف يتوقع اللي هيحصل بالظبط. عن جد عم تحكي؟ سمعت؟ هذا الفيل البنفسجي بيعرف يتوقع. شنو اللي انت قاعد تقوله هذا؟ سمعتي؟ هذا الفيل عنده قدرة توقع خارقة. ايه ده؟ توقع كل حاجة، يقدر يعرف. ايوه ده بيتوقع المستقبل. شوفوا كمان هيحصل ايه؟ رستم باشا هيقول بسكوت. بسكوت! والحلة خلتني اتوقع انكم هتزهقوا وتروحوا. هيا بنا نبدأ، هيا بنا الآن. ترأيهم إيه؟ لا تروحون، صدق إن هذا هو اللي قاله. صحيح، هذا الفيل يعرف. أنا جوعت من كتر التوقعات. أعزائي المشاهدين، وفقا لأخبار عاجلة وصلتنا، يقترب علينا وهو ملتهب مشتعل متوهج محترق بسرعة شديدة. يا صديقي اختصر، هذا نبأ عاجل.
نيزك مشتعل يقترب من الغلاف الجوي للأرض. لما لم تخبرني من قبل؟ هيا نهرب. الكاميرا وقعت. أعزائي مضطرون للهرب لبيتنا. نيزك مشتعل يقترب من الغلاف الجوي للأرض. إيه؟ مستحيل، ما فيش قدامي وقت. أنا هبني صاروخ مجهز وهبط فوق سطح النيزك المشتعل، وبعدها مش مهم إيه يحصل بعدها، المهم ابن الصاروخ. ما تخافش من أي حاجة يا عبقري، مش هيخبط الأرض أبداً. يعني العلماء بيأكدوا. أصدق العلماء ولا فلافيلو؟ فلافيلو قال مش هيخبط الأرض أبداً، وعلشان كده إحنا مكملين حياتنا عادي جداً. كلام فاضي، أنا هبني الصاروخ بتاعي. براحتك، بس هتبقى ضيعت وقت على الفاضي. يا جماعة ما تقلقوش خالص، استعملت قوة الحل الخارقة وعرفت إن النيزك ده مش هيخبطنا أبداً. أيوة برافو عليك بابا. إيش هنسوي دحين والكل مصدق كلامه؟ تمام، عندك حق. الحكاية بدأت بمزح وجابت الجد. تمام، أقنعناهم بإنهم يرقصوا، بس كيف حنقدر نقنع النيزك إنه ما يضرب الأرض؟ إحنا لازم نحذر الكل قبل فوات الأوان. مضبوط. يا سلام يا سلام. أيوان فوق كمان، فوق شوية، أنا مبسوط. أما الحية دي حلة الجو. اسمعوني كلكم، أنا أبغى أحذركم، فلافيلو ما عنده أي قوة خارقة في الجد، وما يقدر يتوقع خرابيط ولا شيء. هذا كله كان مزح لكن قلب جد. ما تصدقوش، ده بيهزر. أنا السوبر توبر بطل. طيب ممكن تقولنا إيش اللي حيصير دحين؟ اتفقنا. لا علمك سهل قوي. عرفت، السماء حتمطر علينا حيوانات صغيرة. استنى وحتشوف. اتفقنا، قول شيء ولا يمكن انه يصير ابدا. حنستنى ونشوف السماء والمطر، وفي النهاية حنكتشف ان فلافيلو مو بطل. بما ان قاعدين ننطر النيزك يدمر كوكب الارض، هذه بتكون فرصتنا الاخيرة نمارس فيها رياضة القصب المسلحة من الطائرة. جاهزين شباب؟ يلا جاهزين، يلا نقصب بسرعة. اوبا، شايفين؟ ما في أي شيء صار، ما حد مطر حيوانات. أنا قلت لكم قبل كده إنه مو. يا سب مطر حيوانات. كنت متأكد. بابا كيف يعني هذا الكلام؟ لا تسألني، من جد ما أعرف. ها؟ إيه؟ ده النيزك بيقرب علينا، ما فيش وقت ابني الصاروخ. رأيتم؟ ملتهب مشتعل متوهج محترق بسرعة شديدة بشكل خيالي. النيزك قادم! ايه ده؟ ازاي؟ ما تلاقوش، مش ممكن يقرب مننا. الحقوني! فلافيلو امسك نفسك، لازم ننقذ الجميع. مش هعرف اكل تاني، النيزك لو خبط فيا حيبططني. النيزك هيدمرنا. عم يقرب وراح تنحسب نقطة. ايه؟ لو انا في احلامك. إذن خد هاي الضربة. أيوة نقطة، أنت اللي خسرت. يلا روح هاتي الكرة بسرعة. أعزائي المشاهدين، مبروك، لم يصطدم النيزك بالأرض مع أنه كان ملتهب مشتعل متوهج محترق خطير. إيه ده؟ هو النيزك مشي؟ أنا كنت عارف، أنا سوبر بطل. لا، أنت مو بطل. انت مو بطل ولا القدر فيه اي قوه خارقه. انا عندي حل علمي لورطه السوبر بطل دي، هنشيل الحله من فوق دماغه. ده الحلة راحت. ايه اللي حصل؟ كنت عايز العب بالحلة بتاعتي شوية كمان. لا انا عايز انزل، عايز الحلة بتاعتي. هاتولي الحلة يا حلتي. يا ابنوه.